الفكره، والحقيقه التنفيذ رائع يعني. الحقيقه العائد ده هيستخدم في تحسين الخدمات المروريه وشراء بعض المعدات للمرور، وان شاء الله يعني يكون في اقبال من اولادنا ومن اهالينا في كفر الشيخ على المدرسه باذن الله. نشكر سيادتك ونشكر سياده المساعد، وان شاء الله بدايه موفقه باذن الله. سيادة الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، فكرة جميلة أن يكون هناك مدينة مرورية لتدريب الأطفال أو تعويض الأطفال على نظام المرور. التعامل هيكون إزاي؟ هيكون التعامل مع الأطفال إزاي؟ مع الـ مع الـ مع الـ الناس اللي هي عايزة تتدرب، خصوصا أن الفكرة يعني لقت استحسان كبير من الطلاب. هو الحقيقة الموضوع بسيط، يعني ده اشتراك رمزي الهدف منه ان يبقى فيه التزام، زي ما بتروح اي نادي وتشترك في اي لعبه، سباحه، بتشترك في الكاراتيه، بتشترك في اي لعبه، دي اكنها لعبه لكن هي مش حقيقه، هي لعبه هدفها تعليمي. فالحقيقه يعني احنا عايزين ننمي الروح دي. كمان وجود ولادنا جوه نادي الضباط الشرطه دي حاجه كويسه جدا، يبتدوا يشوفوا الضباط ويعرفوا ان هم دول يعني أسرة مكملة لأسرتهم، وإن هو بيعلمه وبيضيف له حاجة وبيديله رخصة. يعني الحقيقة إحنا عايزين ننمي الروح دي، لما يبتدي النشأ الصغير ده يشوف الصبي بيتعامل معاه إزاي، ويشوف تعامل معاه إنه ابنه، الموقف يختلف. يعني هي ليها يعني وليا فيها مقارب أخرى يعني. فالحقيقة هي المقرب منها مقرب قريب ومقرب بعيد. فالمقرب القريب ان انت تعلمه السواقه واداب المرور كمان، لان احنا كلنا كمصريين عندنا مشكله في موضوع المرور، وبالتالي هو اتعلم وهو صغير. الحاجه الثانيه هو التعامل مع الضابط واحساسه ان الضابط ده جزء من الاسره. ان شاء الله موفقين باذن الله.